الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس السادس عشر من سلسلة الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية، ولا يزال الحديث حول بيان بعض أحكام التوسل. وكنا قد ناقشنا في آخر الدرس السابق بعض أدلة مجيز التوسل الحادث، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى أواصل بيان الأحكام. فأقول سابعا في بيان خطأ استعمال لفظ الشفاعة في التوسل بمعناه الحادث. وهذا الخطأ في الاستعمال هو سبب إيراد مسائل التوسل في هذا الشرح، إذ هناك من يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أو بالإقسام عليه على الله عز وجل أو بالإقسام به على الله عز وجل ويسمي هذا شفاعة. وقد بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى خطأهم في مواضع، منها قوله: العامة الذين يستعملون لفظ الشفاعة في معنى التوسل، فيقول أحدهم: اللهم إنا نستشفع إليك بفلان وفلان، أي نتوسل به، ويقولون لمن توسل في دعائه بنبي أو غيره قد تشفع به، من غير أن يكون المستشفع به شفع له ولا دعا له، بل وقد يكون غائبا لم يسمع كلامه ولا شفع له. وهذا ليس هو لغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، بل ولا هو لغة العرب، فإن الاستشفاعة طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يشفع للسائل فيطلب له ما يطلب من المسؤول المدعو المشفوع إليه. وأما الاستشفاع بمن لم يشفع للسائل ولا طلب له حاجة، بل وقد لا يعلم بسؤاله، فليس هذا استشفاعا لا في اللغة ولا في كلام من يدري ما يقول. نعم، هذا سؤال به ودعاء به ليس هو استشفاعا به، ولكن هؤلاء لما غيروا اللغة كما غيروا الشريعة وسموا هذا استشفاعا، أي سؤالا بالشافع، صاروا يقولون: استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به، استشفع به فيشفعك، أي يجيب سؤالك به. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن خطأهم، فبين أن هذا الاستعمال وهو استعمال الشفاعة بمعنى التوسل الحادث ليس موافقا للغة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعلماء الأمة، وهو ليس موافقا للغة. وبين وجه ذلك، وهو أن الاستشفاع طلب الشفاعة، والشافع هو الذي يطلب من المشفوع إليه ما يريده المشفوع له، وهذا لا يوجد في التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم والإقسام به على الله تعالى، إذ في كلا الصورتين لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم طلب للمشفوع له عند المشفوع إليه وهو الله سبحانه وتعالى. وعليه فإن التوسل بمعناه الحادث لا تصح تسميته شفاعة،
وهنا تنبيه، وهو أن التوسل المشروع يسمى شفاعة في صورة واحدة من صوره، وهي التي يسأل فيها المتوسل، وهي التي يسأل فيها المتوسل به الدعاء، وقد سبق التنبيه على ذلك. فهذه هي الصورة الوحيدة من صور التوسل التي يصح أن تسمى شفاعة، وهي التي يذهب بها المتوسل إلى المتوسل به فيسأله أن يدعو له، فيقوم المتوسل به فيدعو للمتوسل، فهذه شفاعة، إذ فيها أن الشافع يسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق مراد المشفوع له، وقد سبق أن بينت هذا. إذن تسمية التوسل شفاعة لا تصح إلا على هذه الصورة. أما تسمية التوسل شفاعة وإرادة التوسل بمعناه الحادث فهذا ليس صحيحا. ثامنا، في بيان خطأ من جعل التوسل بمعناه الحادث والاستغاثة بمعنى واحد، وبيان الفرق بينهما. ثامنا، في بيان خطأ من جعل التوسل بمعناه الحادث والاستغاثة بمعنى واحد، وبيان الفرق بينهما. من كتب شيخ الإسلام المعروفة المشهورة كتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وقد قرر البكري المردود عليه جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا في كل ما يستغاث بالله فيه، وسلك لتقرير هذا الباطل سبلا شتى تنادي عليه بالجهل والضلال. ومن تلك السبل تقريره جواز التوسل به صلى الله عليه وسلم، التوسل البدعي في حياته ومماته، وأن الاستغاثة بمعنى التوسل، فإذا كان ذلك كذلك صحت الاستغاثة به حيا وميتا كما يصح التوسل به حيا وميتا. هذا معنى ما قرر، أقبح به من تقرير. وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام البكري ونقضه، وأنا أذكر كلامه ثم أبين المراد منه. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا المفتري، أي البكري، وهذا المفتري لما قال إنه يجوز أن يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث بالله فيه، وأن ذلك صحيح في حق النبي والصالحين، وقال، أي البكري، إن كل من توسل إلى الله بنبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان حيا أو ميتا، وإن من سأله وطلب منه فقد استغاث به، فاقتضى ذلك
أنه يطلب منه حيا وميتا كل شيء كما يطلب من الله، ويطلب بالتوسل به حيا وميتا كل ما يطلب من الله، وأن ذلك ثابت للصالحين أيضا. ومعلوم أن هذا الذي قاله لو كان حقا لم يجز نفي الاستغاثة به بوجه من الوجوه، كما لا يجوز نفي شفاعته التي أثبتها الله، ونفي استشفاع الناس به يوم القيامة كما نطقت به النصوص، ونفي توسل الصحابة بشفاعته ودعائه في الدنيا. فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأحد ولا يستشفع به، وإنه لم تكن الصحابة يستشفعون به، فهو مفتر كذاب، بل هو كافر بعد قيام الحجة عليه. وأما من قال إنه لا يطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله، أو قال إنه لا يسأل بعد موته كما كان يسأل في حياته، فهذا قد أصاب، فأين هذا من هذا؟ وأما من قال إنه لا يقسم على الله بمخلوق، ولا يتوسل بميت، ولا يسأل بذات مخلوق، فإن الصحابة إنما توسلوا بدعائه وشفاعته، ولما مات لم يتوسلوا بدعائه وشفاعته، ولم يتوسلوا بذاته، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله بميت في دعائه ولا أقسى به عليه، فهذا وإن كان مصيبا ففيه نزاع. ولكن لم يسم أحد من الأمم هذا استغاثة، فإن الاستغاثة به طلب منه لا طلب به، وهذا اعتقد جواز هذا بالإجماع وسماه استغاثة، فلزم جواز الاستغاثة به بعد موته بالإجماع. فإذا جاز أن يتوسل به في كل شيء، جاز أن يستغاث به في كل شيء. ثم إنه لم يجعل هذا وحده معنى الاستغاثة، بل جعل الاستغاثة الطلب منه أيضا، وكان لا يميز بين هذا المعنى وهذا المعنى، بل يجوز عنده أن يستغيث به في كل ما يستغاث الله فيه، على معنى أنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث، وهذا عنده ثابت للصالحين. يقول شيخ الإسلام: والاستغاثة طلب الغوث كالاستعانة والانتصار، وذلك ثابت في حياته، وهو ثابت عند هذا الضال بعد موته بثبوتها في حياته، لأنه عند الله في مزيد دائم لا ينقص، جاهه فدخل عليه الخطأ من وجوه، منها أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثا به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا، مع دعواه الإجماع على ذلك، وأن المستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به. والثاني ظنه أن توسل الصحابة به في حياته كان توسلا بذاته لا بدعائه وشفاعته، فيكون التوسل به بعد موته كذلك، وهذا غلط يوافقه عليه طائفة من الناس، بخلاف الأول فإني ما علمت أحدا وافقه عليه. الثالث أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة، وهذا صحيح جائز في حياته، وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته، وهنا أصاب في لفظ الاستغاثة، لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء، بل يقال لا نسلم أن التوسل بذاتهم مشروعة بحال في الحياة والممات، وليس في شيء مما ذكر دليل على مورد النزاع، فإن مضمون ما ذكره جمل، أحدها أن الاستغاثة طلب الإغاثة والتخلص من الكربة والشدة، وأن الإغاثة تضاف إلى المخلوق كما يضاف إليه الإطعام والاستعانة والإعانة والهداية والتعليم، وهذا صحيح، وليس فيه أن الميت يستغاث به، كما أنه ليس فيه أن يستطعم ويستتقى ويستسقى ويستهدى ويستنصر ويستغاث به، ولا فيه أن ما كان من هذا الباب لا يقدر عليه إلا الله فإنه يطلب من غيره. والجملة الثانية التي من كلامه أن من توسل إلى الله تعالى بنبيه
أبيه في تفريج كربة فقد استغاث به، سواء كان بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو غيرهما مما في معناهما. وقول القائل أتوسل إليك يا إلهي برسولك عندك أن تغفر لي، استغاثة بالرسول حقيقة في لغة العرب وجميع الأمم. وهذا الكلام كذب باطل لم يسبقه إليه أحد، ولا ريب أنه لجهله وهواه وقع في هذا، وإلا فما تعمد أن يقول ما يعلم أنه كذب. ولم يقل أحد قط أستغيث برسولك عندك، ولا هذا عند أحد لا العرب ولا غيرهم. وهو ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة، وليس كذلك، فإنه يقال استغاثه واستغاث به كما يقال استعانه واستعان به، فالمستغاث به هو المسؤول، وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول. الجملة الثانية قوله إن الاستغاثة به بعد موته ثابتة ثبوتها في حياته، لأنه عنده عند الله في مزيد دائم لا ينقص جاهه، وهذا لفظ صحيح. لو كان معنى الاستغاثة الإقسام به والتوسل بذاته، فإن ذاته بعد الموت لم تنقص، بل هي في مزيد دائم من ربه عز وجل. لكن هذه المقدمة باطلة كما قد عرف. فأما إذا كان معنى الاستغاثة هو الطلب منه، فما الدليل على أن الطلب منه ميتا كالطلب منه حيا؟ وعلو درجته بعد الموت لا يقتضي أن يسأل، كما لا يقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحدا أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة الدالة على تحريم ذلك كثيرة. حتى إذا قدر أن الله وكلهم بأعمال يعملونها بعد الموت لم يلزم من ذلك جواز دعائهم، كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان الله وكلهم بأعمال يعملونها لما في ذلك من الشرك والذريعة إلى الشرك. وهو قد احتج بحديث الأعمى الذي قال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبي محمد النبي الرحمة. وهذا الحديث لا حجة فيه لوجهين: أحدهما أنه ليس هو استغاثة بل توجه به، والثاني أنه إنما يتوجه بدعائه وشفاعته، فإنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء وقال في آخره اللهم فشفعه فيه، فعلم أنه يشفع له فعلم أنه يشفع له فتوسل بشفاعته لا بذاته، كما كان الصحابة يتوسلون بدعائه في الاستسقاء كما توسلوا بدعاء العباس بعد مماته. وهذا المحتج به بنى حجته على مقدمتين فاسدتين: على أنهم توجهوا بذاته وأن ذلك يسمى استغاثة به، فلزم من ذلك جواز ذلك بعد موته، وفساد إحدى المقدمتين يبطل كلامه، فكيف إذا بطلتا؟ انتهى كلامه. هذا رد شيخ الإسلام عليه. ويستفاد منه خطأ تسمية التوسل بالمعنى الحال شفاعة، يستفاد منه خطأ تسمية التوسل بالمعنى الحادث شفاعة. وهذا واضح في قوله رحمه الله أنه جعل المتوسل به بعد موته في الدعاء مستغيثا به، وهذا لا يعرف في لغة أحد من الأمم لا حقيقة ولا مجازا، مع دعواه الإجماع على ذلك، وأن المستغاث به هو المسؤول المطلوب منه لا المسؤول به. وواضح أيضا في قوله وهو ظن أن الباب في التوسل كالباب في الاستغاثة، وليس كذلك، فإنه يقال استغاثه واستغاث به كما يقال استعانه واستعان به، فالمستغاث به هو المسؤول، وأما المتوسل به فهو الذي يتسبب به إلى المسؤول. انتهى كلامه. فهذا يفيد أن المستغاث به هو من يطلب منه الغوث، لا من يسأل به أو يقسم على الله به، فإن هذا طلب به لم يطلب منه. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يفيد أيضا كون التوسل المشروع وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء يسمى استغاثة، ولكن هذا لا يشرع بعد موته كما سبق تقريره، ولكنه يشرع في حياته، ويكون أيضا في الآخرة عندما يسأل
يسأله الناس الشفاعة، وهذا واضح في قول شيخ الإسلام أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة، وهذا صحيح جائز في حياته، وهو قد سوى في ذلك بين محياه ومماته، وهذا أصاب في لفظ الاستغاثة لكنه أخطأ في التسوية بين المحيا والممات، وهذا ما علمته ينقل عن أحد من العلماء. تاسعا، في كون التوسل بمعناه الحادث من مسائل النزاع، وكون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ليس شركا، وكون التوسل بالإقسام به بدعة وشركا. تاسعا، في كون التوسل بمعناه الحادث من مسائل النزاع، وكون التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بدعة ليس شركا، وكون التوسل بالإقسام به على الله بدعة وشركا. التوسل بالمعنى الحادث قال به بعض أهل العلم، فهو من مسائل النزاع، ونزاعهم فيه لا يمنع من ظهر له الدليل على عدم مشروعيته من الحكم عليه بالبدعة، إذ ما لا دليل عليه مما اتخذ عبادة ينعت بأنه بدعة ولو كان البعض يراه مشروعا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه. فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم، كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك. وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينذر لغير الله، لا لنبي ولا لغير نبي، وأن هذا نذر شرك لا يوفى به، وكذلك الحلف بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه، حتى لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمينه كما تقدم ذكره، ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين، بل نهى عن الحلف بهذه اليمين، فإذا لم يجز أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق، فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله. وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضا مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا يفعله من يفعله على أنه قربة وطاعة، وأنه
مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا، وكل ما كان واجبا أو مستحبا في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجبا ولا مستحبا ولا يكون قربة وطاعة ولا سببا لإجابة الدعاء. وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله، فمن اعتقد ذلك في هذا وفي هذا فهو ضال، وكانت بدعته من البدع السيئة. وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرئ من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعا عندهم. وأيضا فقد تبين أنه سؤال لله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء، وأنه كالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات. ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعا، كما أن الإقسام بها ليس مشروعا بل هو منهي عنه. فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق، فلا يحلف على الله بمخلوق ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء كما تقدم تفصيله. فهذا الكلام من شيخ الإسلام قرر فيه أمورا، منها هذا الكلام من شيخ الإسلام قرر فيه أمورا منها أولا أن التوسل بالمعنى الحادث لا دليل عليه، ثانيا أن العلماء متنازعون فيه فهو مسألة نزاع، ثالثا أنه ليس من مسائل العقوبات اتفاقا، رابعا أنه بدعة. وهذا هو الحق في هذا التوسل، وهو كونه بدعة فليس مشروعا لعدم الدليل عليه، فلم يدل عليه قرآن ولا سنة ولا إجماع. والتوسل بالإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس بدعة فقط، التوسل بالإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره على الله ليس بدعة فقط، بل هو شرك أيضا، لكون الحلف بغير الله شركا، كما في الحديث من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن التوسل الحادث نوعان، الأول الإقسام بالله بالنبي أو بغيره على الله، هذا يعد بدعة. لماذا؟ لأن المتوسل أخذ التوسل بالإقسام بالنبي أو بغيره على الله سببا يطلب فيه مرضاة الله، فهو عبادة، فهو يراه عبادة فيكون بدعة، وهو أيضا شرك. لماذا هو شرك؟ لأن الحلف بغير الله شرك، سواء كان بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره. هذا التوسل الحادث الذي فيه الإقسام بالنبي أو بغيره على الله بدعة وشرك. وأما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى سؤال الله به فهو بدعة وليس شركا، لا أكبر ولا أصغر، لعدم وجود معنى الشرك بنوعيه فيه. إذن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقول اللهم أسألك بنبيك، أسألك بجاه نبيك، التوسل بذات الصالحين، هذا بدعة ولكنه ليس شركا، فليس بشرك لا أكبر ولا أصغر، لأن معنى الشرك الأكبر ليس موجودا فيه، ومعنى الشرك الأصغر ليس موجودا فيه. فإن قيل قد عده بعض أهل العلم شركا أصغر لكونه سببا غير مشروع، والقاعدة تنص على أن من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك، على تفصيل في نوع الشرك. فبعض أهل العلم
استدل بهذه القاعدة على أن التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم شرك أصغر. يعني من قال اللهم أسألك بنبيك قد وقع في الشرك الأصغر. قال لماذا؟ لأن هذا جعل سببا لم يجعله الشارع سببا، فالشارع لم يجعل التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم سببا لإجابة الدعاء، وهذا قد جعله سببا. والقاعدة تنص على أن من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك، على تفصيل في الشرك. فما الجواب؟ والقاعدة معروفة، الجواب أن هذه القاعدة في من جعل سببا كونيا لا في من جعل سببا شرعيا. ولو كانت تشمل النوعين، لو كانت هذه القاعدة تشمل النوعين أي الأسباب الشرعية والأسباب الكونية، لكانت كل بدعة شركة، وهذا خلاف صنيع أهل العلم، فأهل العلم لا يعدون كل بدعة شركة. إذن هذه القاعدة الكونية، هذه القاعدة وهي من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا قدرا فقد وقع في الشرك، على تفصيل في نوع الشرك، ليست في الأسباب الشرعية بل في الأسباب الكونية. مثل الطيرة، الذي يتطير جعل الطيرة سببا يبين له خيرا أو يبين له شرا، فجعل سببا كونيا فقد وقع في الشرك، على تفصيل في نوع الشرك، وهذا السبب الكوني لم يبينه الله شرعا، وأيضا لم يبينه الله قدرا، لم يثبت بالتجربة الظاهرة المباشرة، فلم تدل عليه النصوص ولم تدل عليه التجربة الظاهرة المباشرة فكان شركا. مثل هذا الحلقة، من يضع حلقة فقد جعل سببا كونيا لم تثبت سببيته لا في الشرع ولا في القدر، لا شرعا ولا كونا، فقد جعل سببا لم تثبت سببيته في الشرع ولا في الكون فقد وقع في الشرك، على تفصيل في نوع الشرك. فإن كان المتطير يرى الطير مؤثرا بنفسه فهذا شرك أكبر، وإن كان يظن أن الله جعله سببا والله لم يجعله سببا فهذا شرك أصغر. إن كان الذي يضع الحلقة يرى أن الحلقة مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكبر، وإن كان يظن أن الله جعلها سببا والله لم يجعلها سببا فهذا شرك أصغر. إذن هذه القاعدة، من جعل سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا كونا فقد وقع في الشرك، هذه قاعدة في الأمور الكونية لا في الأمور الشرعية. فالآن مثلا المولد النبوي، هذا الذي يحتفل به جعل سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا كونا، ولكننا لا نقول إنه وقع في الشرك بل نقول إنه وقع في البدعة، لأنه جعل سببا شرعيا ولم يجعل سببا كونيا. وهذا أمر مهم حتى لا تختلط الأمور ونعطي الشيء خلاف حكمه فنجعل البدعة شركا وهي بدعة وليست شركة. فهذا أمر مهم جدا في فهم هذه القاعدة، وهي أن قاعدة الأسباب، من جعل شيئا سببا لم يجعله الشارع سببا لا شرعا ولا كونا، قاعدة تضبط الشرك، والمراد بالقاعدة الأسباب الكونية لا الأسباب الشرعية. فمن طبق القاعدة على الأسباب الشرعية يلزمه أن يضطرد، وحينئذ عليه أن يضطرد في جميع البدع، فيصف البدع كلها بأنها شرك، وهذا خلاف ما عليه أهل العلم. وإذا كان اللازم باطلا
فالملزوم أيضا يكون باطل، فبطلان اللازم دليل على بطلان الملزوم. فنقول لمن طبق هذه القاعدة على التوسل الحادث فجعله شركا، عليك أن تطرد قولك وأن تجعل الأسباب الشرعية الحادثة كلها مندرجة تحت القاعدة، فتكون الأسباب الشرعية المبتدعة كلها بدعة. وهذا خلاف صنيع أهل العلم، وهذا لازم لازم، واللازم إذا كان باطلا فالملزوم أيضا يكون باطلا مثله. أكتفي بهذا في هذه الليلة، وبإذن الله عز وجل نشرع في الدرس القادم بالتعليق على كلام المصنف رحمه الله تعالى في الميثاق، وبذا نكون قد انتهينا من المسائل المتعلقة بالتوسل الحادث والتوسل المشروع. ولعلنا في الدرس القادم نجمل القول فيه والفوائد بدقائق معدودة، ثم بعد ذلك نشرع بالتعليق على كلام المصنف الذي ذكره بعده. هذا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.